الله، امال فين الست لميس مراتك حاليا؟ ولا مؤاخذه مدام بهلول سابقا. لميس تعبت وسافرت بره. يا جدعان وربنا، هوجن هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني. انا بقيت بمشي في الشارع بتلفت ورايا زي الحراميه. الحراميه نفسهم ما بيمشوش يتلفتوا حوالين نفسهم كده في الشارع. وعمل معاك ايه تاني؟ هوجن وقع شركه لطفي الحراق وزق عليه البنوك. بس لطفي كان عامل حسابه وشايل الشيله كلها لمراته، ويا حرام اتقبض عليها. فاكر اول ما شفتك يا لطفي قلت لك ايه؟ قلت لك انت عيل زباله. حصل. انت غدار وخاين وبياع، بتستندل مع اي حد حتى مراتك يا اوطى خلق الله. خليك في حالك يا بهلول يا حامش، لحسن وربنا كل اللي جوايا دلوقتي هطلعه فيه. طب بنهزر؟ احنا مفيش قدامنا وقت دلوقتي، هوجن بيتحرك اسرع مننا، يا يخلص علينا يا نخلص عليه. ماشي يا ربيت، نخلص عليه، بس ازاي؟ هو احنا مش سبناها لكمال باشا مرة، وسبناها للطفي مرة، وسبناها لك انت يا بهلول باشا كذا مرة. خلاص سيبوها لي انا بقى المرة دي، وانا حوريكم انه ما يجيبها اللي حرمها. خير يا وردة؟ عاوزاني في ايه من وراه هوجن باشا؟ عاوزك في مصلحة حلوة. عايز ايه يا لطف؟ اهو بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعضينا وعشتني. تصدق برغم كل اللي انت عملته فيا، بس طول عمرك بتضحكني. الله يكرمك. عايز ايه يا لطف؟ عاوز اقول لك على سر خطير جدا يا ممكن. قول. انت ما طلعتش غبي. تصور طلعت انا اللي غبي. ما عرفتش اقراك صح أول يوم شفتك فيه. بس أنا قريتك صح من أول مرة شفتك فيها وعرفت إنك غبي. طب أقول لك أهو جاهل، اللعبة الحلوة اللي إحنا فيها دي إحنا بدأناها سوا وفي نصها دلوقتي، فبلاش نفتح صدرنا جامد عشان مش عارفين مين اللي هيقفل على التاني في الآخر. لا يا بوت، إحنا فعلا بدأنا اللعبة سوا، بس أنا اللي هنهيها دلوقتي. أنت خسرت كل محاولاتك، الضربة اللي جاية لموتك. أقول لك كلمتين زي بتوع الأفلام والمسلسلات؟ قول. أنا قطة هوجن بسبعة أرواح، يعني مهما عملت فيا هلم بعضي من تاني وأقف على حيلي، وهجيلك في كوابيسك وهسودها عليك. القط يحب إيه؟ خناقه؟ صح، وأنت فعلا قطة يا لطفي، بأمارة إنك قاعد معايا دلوقتي. طب أقول لك على حاجة كمان يا عم هوجن حلو؟ قول. أنا حسبتها صح في الأول، بس أنت اللي بوظتها. كنت أنا المخ وأنت العضلات. عارف كان زماننا معانا إيه دلوقتي؟ كان زماننا معانا قد الفلوس اللي معانا دلوقتي مليون مرة، وكان زماننا ملوك السوق. السوق ملوش غير ملك واحد يا لطفي. وماله؟ إيه المشكلة يعني؟ كنت تبقى أنت الملك وأنا الوزير. الملك هو ربنا يا لطفي. أيوه. وكلنا عبيده بننفذ إرادته. المال ملك للي خلق، ومهما غرفت منه عمر بطنك ما هتاكل اكتر من طاقتها. جدأ الحكي. عارف ليه يا هوجن؟ ليه؟ عشان شغل الدروشه اللي انت فيه ده مش لايق عليك. عارف كان لايق عليك انت ايام ما كنت بالزنط الزيتي والبنطلون الازرق اول ما شفتك في القطر زمان، لما قلت لي ان سجاد السيده احن على البني ادم من حضن امه. لكن دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايدك دي زي ايدي دي، الاتنين غرقانين في الحرام، ما تبقاش غلط. مش غلط. مش غلط اني فهمت الدنيا صح. ولو ايدينا احنا الاتنين غرقانين في الحرام يا لطفي، فانا بغسل ايدي، بس انت ما بتستحماش. عامة احنا لسه فيها. لو عايز تخلص من الناس اللي ظلموك زمان، كمال بقى، بهلول، ورده، محمود، ايا كان، اربع رصاصات يخلصونا منهم وانا عزمك عليهم. ونرجع سوا بقى مع بعضينا زي زمان، زي القطر
العقارة والطلعات بتاعت بالليل. واوعى القطر جاي علينا. ايه نسيت؟ لو بالرصاصات احرقها هيبقوا 5 رصاصات، وهوقفك في الصف وانا بضرب نار. انت لسه يا لطفي عاوز تلعب دور الشيطان وتوسوس لي في وداني. لو بقك هو بقك فوداني ما بقتش وداني. حلو حلو يا عم هو. طيب لو ده اخر الكلام اهو، كان احب اقول لك ان الحراق هيضحك جامد قوي في الاخر. ما بقاش فيها ضحكه خلاص يا لطفي. اللي جاي كله عياط، واللي هيعيط جامد هو اللي هيعيط في الاخر. هز راسك، هز راسك. اللي جاي ما جاش زيه. الو، ايه يا هوجن؟ ايه يا لطفي الحراق راكب عربيته وطالع على التراب بتاعت ابوه. طب يطلع وراه وما تظهرش غير لما اجي لك انا والرجاله. عم سنوسي، عم سنوسي، عم سنوسي. ايه ده؟ استاذ لطفي، الحمد لله على السلامه يا استاذ لطفي. يخرب بيت تنحتك يا اخي. طب الصحه والسلامه. ربنا يخليك. بقول لك ايه، روح بقى ها سجارك الحلوه الصفرا خضرا حمرا دي ها، وتروح تجيب لي ورد حلو عشان نطري على الحاج هنا تحت. الف رحمه ونور على الحاج. المهم من عند الراجل بتاع الورد اللي هو البعيد قوي قوي ده. ها عارفه؟ عارفه عز المعرفه. يلا الاهي يوسع عليك. الاهي خلاص بقى اخلص. الاهي ما تقع في دي. اخلص بقى عليك. تتلم قوي. السلام عليكم ابويا. في ايه؟ تأخرنا عليك؟ في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. دفن الاثار في تربه ابوك، حتى الراجل الميت ما رحمتوش من ندالتك يا اخي. اثار؟ اثار اثار ايه يا هو؟ كان ما فيش اثار ولا حاجه. انا ابويا كان وحشني فجيت اقرا له الفاتحه مش اكتر. كنت نازل تحت تقرا له في ودنه ولا ايه؟ ابويا كان سمعه تقيل. طول عمرك دمك خفيف يا لطفي. ربنا يخليك. يلا رجاله انزلوا هاتوا الصناديق عشان نوسع للحاج في تربته. حورس رمضان انزلوا هاتوا الحاجه زي الزعيم قال. معاهم يا منفاه. صح صح. ايه؟ مفيش حد هيقعد ناحيه الحاجه. اتفضل يلا انزلوا. حورس امسك. هات. بطل معافره يا بنت اللبيه. ترى ايه يا بنت سويفه؟ ما تشوفي نفسك هتروحي فين وسط الرجاله دول؟ ولما المعلم يتكلم انت تبقي ودن وتسمعي الكلام وبس، عشان ما تضريش نفسك ولا تاذي العيل الصغير اللي معاكي ده. انت عارف هوجن لو يعرف اللي انت بتعمله ده هيعمل فيك ايه؟ مين؟ هوجن؟ هوجن ده اختراعي يا بنت اللبهت، اختراعي انا. اه والله هوجن ده العفريت اللي انا طلعته، وانا اللي هصرفه، وقفه،
خلص علي خالص. خدوها جوه كتبوها. يلا بهدول اوعى عينك انت وهو. كتبوها اوعى وكتفوا العين. نهار اسود ده في قتيل هنا يا هوجل. قتيل؟ قتيل ايه؟ مفيش قتيل ولا حاجه. قتيل ايه؟ قتلت مين يا لطفي؟ مفيش حد. ده انا ابويا هو اللي مدفون تحت لوحده هنا. ابو زيد مين؟ ابو زيد؟ لا اه ابو زيد. انا والله العظيم والله العظيم. استنى يا رمضان، يمكن عنده حق، ما تظلموش. نزلوا القبر يا رجاله واقفلوا عليه ويتصفى بقى هو ابو زيد ويشوف قتله غلطه ولا قاصد. لا 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 لا، ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ اهو كان مش هينفع كده. ده انت حتى يعني خدت كل حاجه وانا غسلت كل حاجه. الضرب في الميت حرام يا هوجل. اكرم الميت دفنه يا لطفي. حي دفنه حي. ما ينفعش كده يا هوجل، ما ينفعش. سيبوني عشان كده حرام يا هوجل، ما ينفعش اموت كده. ومن اعمالكم صلت عليكم. تبت يا شيخ هوجل، انت توبتني. سيبني بقى. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، ربنا اللي يحكم فيه. طب اقول لك على حاجه، اقتلني الاول وبعدين ادفنني. يعني خليني اموت حلو، يعني ارحمني في موتي. وانت ما رحمتنيش في عيشتي ليه؟ اقول لك على حاجه، اعتبرني عبد ليك. خلاص انت عملت فيا كل حاجه حلوه، انت عملت فيا كل حاجه حلوه وتوبتني وخليتني زي الفل بني ادم نضيف من جوه. انا عبد ليك. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. نزلوه. يلا. طب ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده. انت ايه؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ولا صدقت شويه الكلام اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي؟ بقول لك ايه يا هوجل؟ موتت لطفي الحراق غير. انزل بالتراب يا هوجل. هوجل يا حورس، كنت عايز اقول لك على حاجه يا هوجل. خير؟ انا مش هاجي معاك الشركه. مش هتيجي معايا الشركه ليه؟ انا عارف يعني ده مش وقته. بقول لك ايه يا رمضان، ما تنساش تخلص من عربيه المرحوم. قاعده. مش جاي ليه؟ انا عارف ان هو مش وقته، بس انا يعني هسيب الشغل. تسيب الشغل؟ اللي بينا شغل يا حرص، ده احنا اخوات، ده انت اقرب حد ليا في الدنيا دي. بصراحه هوجا انا يعني هتجوز بطه وهي مش عايزاني اشتغل معاك بعد موضوع ابوها وكده. هتبيع اخوك عشان واحده ست الشيطان راكب دماغي؟ وسقتك يا هوجا، انا فيا اللي مكفيني. ماشي يا حرص، براحتك يا اخويا. امسك يا حورس، دي نقطتها ومكافأة نهاية شغلك معايا. امسك.
بس انا عايزك تخليك جنبي الليلاتي، الليله لسه طويله.